تضرر أكثر من 6 مليون من سكان تشنغاشا الصينية، والصين تعلن حالة التهاب القصوى في أسوأ هطول الأمطار بعد ارتفاع منسوب المياه لمستويات قياسية جراء الأمطار الغزيرة المستمرة، وتم الإبلاغ عن فيضانات وانهيارات أرضية ورحلات جوية وقطارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، وكما تشاهدون الآن تضرر أكثر من 6 مليون شخص حيث حطمت الأمطار العديد من الأرقام القياسية وتم كسر جميع سجلات هطول الأمطار. بعد أن غمرت المياه آلاف المنازل وغرفت السيول المركبات ودمرت آلاف من الأفدنة والمحاصيل، كما عملت أجهزة الطوارئ على نقل السكان إلى أماكن مرتفعة، وتواجه البلاد أمطار هي الأكثر غزارة في مدينة تشنغاشا بمقاطعة أمان. وقد تلقت المدينة 68 مليمتر من الأمطار، وتم إصدار تحذير من الحد الأقصى لهطول الأمطار باللون الأحمر وتعليق خطين من خطوط المترو، وتسببت في شلل مروري وتم إجلاء 10,000 شخص إلى مناطق آمنة، فيما تضرر أكثر من 1200 هكتارا من الأراضي، وتعرض 65 منزلا لأضرار كبيرة، كما خلفت خسائر اقتصادية. وتنبأت الأرصاد الجوية الرسمية باستمرار هطول الأمطار في أجزاء من البلاد، فيما سجلت محطات صينية للمراقبة على معدلات يومية لهطول الأمطار. أصدرت مديرية الأرصاد الجوية بالمقاطعة إنذارات لمواجهة الكوارث المحتملة مثل السيول الجبلية والانزلاقات الطينية والانهيارات الأرضية وتشبع الأراضي بالمياه، حيث أعلنت السلطات إغلاق المدارس بسبب الظروف القصوى ووقف عمل بعض أجهزة الجمارك على حدود المدينة. وأعلنت شركة مترو الأنفاق تعليق قسم من خدماتها على إحدى الخطوط بعدما اجتاحت المياه المحطة، وتسببت في شلل مروري ومحاصرة الآلاف، وإعلان حالة الطوارئ بعد أن جرفت السيول السيارات ودهمت المنازل والشوارع، وحاصرت مياه الفيضانات عشرات الأشخاص في المركبات وارتفاع منسوب المياه لمستويات قياسية. وقد تم حشد الآلاف لخدمة الطوارئ لكل من تقطعت بهم السبل ومساعدة جميع المواطنين، كما دعت الأرصاد لتوخي الحذر من الآثار المحتملة كالصواعق والفيضانات والمناطق المنخفضة والسيول والانهيارات الجبلية.你看我们这一挂的，龙卷风啊，把那个稀糊烂，你看房子都给炸了，房子全部稀糊烂了，你看，把那个稀糊烂，你看。 我们家的都没了。
你摘下来的东西好多呀！来了，呀，来了！你听见声音没？啊，不敢听。不，呀，回来了，他来了，抓了，呀，抓了宠物。呀，我天！抓了宠物，抓了宠物，我去！呀，不会把车转进来吧？哎呀！别举了！风大不大的呗？风大不大？这屋顶都下了屋顶，这风都刮大就刮了，风都刮塌了啊！干什么？干什么？多少多少？这先刮了。过一个来了啊！把屋檐弄开，给我扶呀！给我扶呀！这屋顶都下了，这雪都刮下了。我记得了，这金刮龙卷风，俺家这房顶我操，房顶都没刮了，我牛逼，猛的很呐！太屌了！我靠，他这清下了，我操，这啊，那个风道金毛搁这儿了，对，金毛搁这儿，金毛搁这儿拴住了。那强打电话，他小时候他家那玻璃窗都刮断了，他切线房。走过去的时候，金毛搁这儿看着了，你看。